أحسن الله إليكم. هذه تسأل عن العضل، عضل النساء، تقول أنني وأخواتي عند والدنا ولا يريد أن يزوجنا بحجة أنه لم يأتي الكفو بعد، فما هي وصيتكم ونصيحتكم؟ إذا كان إنه عضل بناته أو مولياته فيتقدمنا إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في ولايته هل تصلح أو لا، فإذا لم تصلح فإنها تأتي بمن بعده من الأولياء. نعم، هذا على نظر القاضي. نعم.